وهنا يا أخواننا فائدة مهمة. إذا كانت الكعبة لا تستقبل من بعيد في أقصى مشارق الأرض ومغاربها، الكعبة لا تستقبل ببول ولا غائط إكراما لها، فكيف بمن يقتل الناس داخل الكعبة؟ لاحظ إكرام البيت. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هذا البيت لا ينفر صيده ولا يجوز داخل الحرم، ما يجوز تصطاد. الصيد يا أخي الحلال، ما يجوز تقتل داخل الحرم. فكيف بهؤلاء التكفيرين والشباب السذج ومن خلفهم دعاة الفتن من الإخوان المسلمين اللي يحرض الشباب على القتل داخل الحرم داخل الكعبة، يقتلوا مسلمين ويقتلوا في حجيج بيت الله سبحانه وتعالى. هذا من أشد الإساءة والإهانة للبيت، وهذا من الجهل العظيم بحرمات الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.